أشاد أهالي قرية بني عامر التابعة لمركز العدوى في محافظة المنيا بالخدمات المتعددة التي يقدمها المجمع الخدمي الذي تم افتتاحه ضمن أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة المنيا، والتي تستهدف تطوير نحو 192 قرية ونحو 757 عزبة وتابعا ونجعا. مركز العدوى يعني من ضمن المراكز اللي تم فيها إطلاق مبادرة فخامة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وده كان شرف لمركز العدوى إن هي يتم فيه مبادرة حياة كريمة، وإحنا حالياً أمام مشروع من مشروعات حياة كريمة وهو المجمع الخدمات لقرية بن عامر، وهذا المجمع يخدم 6 قرى لقرية بن عامر و15 تابع للقرية، والمجمع يوجد به خدمات البريد والشهر العقاري والسجل المدني والتومين والوحدة المحلية والتضامن، وحاليا الحمد لله المجمع شغال، يعني في التضامن شغال والوحدة المحلية والتومين شغالين في المجمع الخدمي، والمواطنين والأهالي بيتلقوا الخدمة من المجمع الخدمي لقرية بن عامر. المجمع طبعا مفيد جدا وسهل الخدمات كمان على 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 الناس، بدل الواحد ما كان بيضرب مشوار للعدوى ينشيله بتاع 10 كيلو، دلوقتي بقت كل الخدمات موجوده بالنسبه للسجل المدني وبالنسبه للسعر العقاري وبالنسبه للتومين موجود دلوقتي والتضامن وكل الخدمات موجود. جمع بسم الله ما شاء الله عليه، وفرت وقت للناس ووفرت تعب ووفرت مجهود، بدل ما تروح مغاغه وتروح العدوى تطلع شهاده ميلاد تطلع بطاقه سجل مدني بريد الحالات ده كلها الشهر العقاري كلها حالات، يعني خدمات بسم الله ما شاء الله وفرت وقت ووفرت تعب للناس وللأهالي. ريحنا من مواصلات، ندفع مواصلات نروح المراكز وهنا وهنا كده، بقى عندنا في الكورة كان تكدس في السجل المدني في العروة، والحمد لله رب العالمين برضو ان ربنا كرمنا بالمجمع الخدمي هنا في المنطقة بتاعتنا.